انتشر عبر المواقع الإلكترونية في الساعات الأخيرة فيديو منسوب للفنان العالمي جيسون ستاثام، يظهر وهو يضع علم فلسطين في مقدمة سيارته. أكد كل من روج للفيديو أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو نفسه جيسون ستاثام، في حين لم تقترب الكاميرا التي صورته كثيرا لإثبات صحة هذا الكلام، خاصة أن الفنان جيسون ستاثام لم يعلن بوضوح عن موقفه من القضية الفلسطينية عبر حساباته الرسمية وبمواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من حظه لملايين المشاهدات هذا الفيديو. إلا أن أي من المؤسسات الإخبارية حول العالم لم تقم بنشر مقطع الفيديو، مما يرجح أن الادعاء ليس صحيحا. علاوة على ذلك، لم ينشر جيسون ستاثام بنفسه الفيديو أو أي شيء على ملفه الشخصي على إنستغرام أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. أي شيء لم ينشر يتعلق بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة، ما يؤكد على الأغلب أن الفيديو غير صحيح، والشخص الظاهر في الفيديو ليس جيسون ستاثام. هناك عدد من نجوم هوليوود بعثوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة. يذكر أن من بين الفنانين الذين بعثوا برسالة إلى بايدن الفنان الكوميدي جون ستيوارت، الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، سوزان سارندون وكريستين ستيورا وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وعدد آخر من الفنانين. أما في تركيا فانطلقت حملة مقاطعات للمنتجات الإسرائيلية، إذ قام مواطنون ناشطون يقومون بوضع ملصقات على المنتجات الداعمة لإسرائيل كتب عليها أنتج بدماء الأطفال الفلسطينيين، علينا جميعا الحرص على عدم شراء هذه المنتجات. هناك تعليقات وردود أفعال مختلفة، اخترنا لكم من هذه التعليقات التي ستظهر على الشاشة. نبدأ من صفا، تقول صفا في تعليقها: تخيلوا بلد مثل تركيا فيها 90 مليون نسمة، عملوا مقاطعة لكل المنتوجات الأمريكية واليهودية، يا ريت لو كل البلدان تعمل مثل الشعب التركي وتقاطع منتوجاتهم. أيضا هناك تعليق من زور العرب يقول: الظاهر بالفيديو مو جيسون ستاثام، يابا ركزوا زين وشوفوا وجهه ولا يشبهه، صح أول مرة عبالك هو تقريبا، لكن بالتركيز اتضح أنه مو هو، فلا تقعدون من يومكم تسوون قصص وتفبركون، رحمة للعباس. هناك أيضا تعليق آخر ومداخلة من الراصد، كتب الناقد والمحرر السينمائي خليل حنون على صفحته في فيسبوك أن الفيديو غير صحيح، والشخص الذي ظهر فيه ليس هو ذاته الممثل جيسون ستاثام، وهذا كلام ناس متخصصين. هناك أيضا مداخلة من خبيب عبد الرحيم: هذا الخبر عار عن الصحة، محاولة الانتصار للقضية بالفبركة والتضليل على نهج هذه التغريدة سيكون خصما علينا جميعا، ما هو شعوركم إذا صرح الممثل بأنها أكذوبة؟
أيضا هناك مداخلة أخرى من مثنى حازم: نتائج سريعة لحملة مقاطعة مطاعم ماكدونالدز في العالم العربي والإسلامي. حذفت الشركة صفحة فرع إسرائيل من فيسبوك حسابهم على إنستغرام، ولم يعد عاملا ماكدونالدز في تركيا. هناك أيضا تعليق من سلمى: أنا البارحة كنت أتمشى في المول وشفت الناس زحمة على ستاربكس في مول جواهر بتركيا وأغلبهم من السياح العرب، وعرفت أن العرب ما راح تقوم لهم قائمة، ما يحسون ببعضهم.